مرحبا، بهالفيديو بدنا نشرح لكم كيف تستعملوا موقع تأكد. موقع تأكد هو عبارة عن روابط انتو بتحطوهن بقلب نص معين، وبنصير نحن وياكم نحاول نتأكد من المعلومات اللي وسائل الإعلام عم تنشرها او يلي عم تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. من بعد ما تكون عملتوا حساب جديد لإلكن او عملتوا ساين ان او الدخول على الحساب انتو عندكن اياه، فينا نحن هلأ نبلش نعمل المواضيع. بداية منروح على انشئ موضوع. هون نحن في عنا مطرح للعنوان، لصلب الموضوع، وللصورة اخر شيء. نحن هون بيكفي انه نحط عنوان يكون جذاب وبشكل عام واضح، والنص هون فينا نخليه فارغ، واكيد بنحط صورة بتكون هي بشكل عام بتشرح عن هذا الموضوع، او هي بتكون من صلب الموضوع اللي نحن اساسا عم نفتش على حقيقته. واخر شيء نعمل انشئ موضوع. من بعد ما نكون خلصنا هذه المرحلة بنفوت على مرحلة التقارير. التقارير هي عبارة عن روابط. روابط ممكن ناخدها من مواقع إخبارية، ممكن ناخدها من يوتيوب، تويتر، فيسبوك أو أي موقع تاني. من بعد ما نكون نحن جمعنا هذه الروابط على جنب وعرفنا شو بدنا نتأكد وين بدنا نبلش نفتش، منروح على كبسة أضيف تقرير. من بعد ما نكبس أضيف تقرير بيطلع لنا مطرح فينا نحط اليو ار ال او الرابط تبع الصورة او النص او المقالة او الفيديو او اي شيء تاني. نعمل كوبي، نجي على المكان الفارغ، نحط بيست، ننطر بضع ثواني ليعمل لودينج وتبين المادة عنا. من بعد ما تبين المادة عنا نعمل اضيف تقرير. منكرر هيدي الخطوات مع كل رابط نحن عنا اياه، ان كان قديم ولا ان كان جديد. من بعد ما نكون نحن أضفنا التقارير الأولية اللي بدنا نزيدها، منروح على تحديث موضوع. بس نكبس على تحديث موضوع تفتح عنا صفحة فيها مكان للعنوان، فيها مكان للنص، وأكيد على جنب هي التقارير اللي نحن ضفناها أو اللي زملائنا ضافوها. بصير نحن علينا هون إنه نعمل عنوان لهيدا التحديث، ونبلش نكبس على التقرير المناسب ونجره drag and drop على صلب الموضوع. ومصير نحن بصلب الموضوع نحط نحن شرح معين نحن بدنا نقوله او معلومات اضافيه منا موجوده بهيدي الروابط. من بعد ما زيد نحن الروابط او التقارير اللي بدنا اياهم على قلب الموضوع، ننزل لاخر الصفحه وفي اختر القيمه. القيمه بنختار نحن الموضوع الاساسي اللي نحن انشاناه من بضع ثواني. بس بنزيدهم نحن كل هالروابط بنحط انشر. وهون بصير فينا فوت نحن على الصفحة الرئيسية ونتأكد الموضوع كيف نازل. وبصير نحن من خلال التحديثات اللي عم نزيدهم نحاول نوضح أكثر وأكثر وأكثر إذا هيدي المواد المنشورة على الإعلام أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هي صحيحة أو لا. أهم شيء تنتبهوا إنه نحن بكل تحديث بفضل إنه يكون في معلومة واحدة. وبصير بكل تحديث نحن بناخذ القارئ معنا ليتأكد من هالمعلومات من الروابط اللي نحن معنا ياهن. وهيك بنكون نحن ختمنا كيف ننشئ هيدي المواضيع. إذا بدكم تستفسروا عن أي شيء فيكن تتواصلوا معنا عبر تشيك داسك تأكد أو من خلال روابطنا الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.